خلونا نروح بقى للبروفايل اللي معانا، وهي هتكون عن الفنان الراحل الكوميدي علي الكسار. علي الكسار طبعا ممثل كوميدي، عمل في البداية بمهنة السروجي، وهي كانت المهنة اللي بيمتهنها والده، لكن هو ما قدرش ان هو يكمل فيها، فاتجه للعمل بالطهي مع خاله. وفي الفترة دي اختلط بالنوبيين واتقن لهجتهم وكلامهم، وفي سنة 1907 كون اول فرقة مسرحية ليه. ذاعت شهرته ودخل في منافسة قوية جدا مع الكوميديان الكبير في ذاك الوقت الفنان نجيب الريحاني، وابتدع شخصية عثمان عبد الباسط النوبي، وده علشان ينافس بيه شخصية كشكش بيه اللي كان بيقدمها الفنان الريحاني. وفعلا نجحت الشخصية نجاح عظيم ولا تزال خالدة في ذاكرة التمثيل العربي والمصري. طبعا تقريرنا اللي جاي عن الكوميديان الراحل علي الكسار في ذكرى وفاته. فنان كوميدي مصري اشتهر بشخصية عثمان عبد الباسط التي لا تزال خالدة في ذكرى التمثيل العربي، حيث تميز بأسلوبه الفطري في الأداء والارتجال أحياناً. ولد علي محمد خليل سالم في 13 يوليو عام 1887 في حي القاهرة لأسرة فقيرة الحال، مما اضطروا للعمل في مهنة السروجي التي كان يمتهنها والده، ولكنه لم يتمكن من احترافها فتركها واتجه للعمل بالطهي مع خاله. انا عمري ما اشتغلتش الشغلانه دي ابدا، انا دخلت غصب عني. انا في مكلوبه، اصل المصيبه ان انا عاوز 3 جنيه بس. بلاش غلبه، ابقى اقول له الحكايه دي بعد الملاكمه. بعد ايه ملاكمه؟ وانا بعد الملاكمه دي يستنى مني حاجه؟ الا ان حبه للتمثيل دفعه عام 1907 لتكوين فرقه دار التمثيل الزنبي، ثم انتقل الى فرقه دار السلام بحي الحسين، واختار كنيه عائله والدته الكسار كلقب له تكريما لها. الا انه تمكن من اثبات موهبته الفنيه وتحقيق قدر واسع من الشهره والنجوميه، خاصه بعدما ابتدع شخصيه الخادم عثمان عبد الباسط التي نافس بها شخصيه كشكش بيه التي كان يجسدها الممثل الراحل نجيب الريحاني، ليصبح احد اشهر فناني الكوميديا في مصر. ادي يا بنت، ادي قرب علي. ايوه بسم الله عليك، بسم النبي حرسك. هات يا ولد اتفضل. ايوه الله 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 الله، ازاي انا راح ندعك صدرها من غير ما نقلعها الهدوم؟ طب ما تقلعها الهدوم. اقلعها ازاي يا مجنون؟ مش عارف لو عملت كده الداخلية تقص الشريط وتخرب بيتنا. ولكنها أصيب بأزمة أدت إلى إغلاق مسرحه بالقاهرة والاتجاه للعمل بالسينما. وفي عام 1935 قدم الكسار أول أدواره السينمائية من خلال فيلم بوابة العمارة، لتصبح السينما بعد ذلك هي المحطة الأكثر إبهاراً في مشواره الفني، حيث بلغ رصيده 37 فيلماً سينمائياً كلها تدور حول شخصية الخادم البلبري ذو البشرة السمراء. انت مش بتبيعوا 4 حتت بدرهم وحتة بلاش؟ ايوه تمام كويس، يعني 4 حتت دول بدرهم. ايوه اهم مش عاوزه، والحتة دي ببلاش. ايوه بلاش، انا مش عايز 4 حتت دول. ادفع لكم فلوس ليه؟ لما تدفعش. والحتة دي مش بتقول انها بلاش؟ ايوه بلاش. خلاص انا حاخد الحتة دي. خدي. عايزين حاجة؟ لا مش عايزين. سلام عليكم. برضو عليكم السلام. توفي عملاق التمثيل الكوميدي فقيرا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في 15 يناير عام 1957 وهو يرقد في سرير من الدرجة الثالثة في مستشفى القصر العيني، وهذا بعد صراع مع مرض السرطان، وتوفى عن عمر يناهز 70 عاما، ولكن ذكراه ما زالت خالدة في أعماله. مريم ماجد، تان تي في.